بتوقيتنا صبحكم الله بالخير، وبتوقيتكم مساكم الله بالخير. وايد أسئلة عن إجراءات دخول لأمريكا وطريقة استئجار البيت واستئجار سيارة. أنا مستأجر سيارة كبيرة سوبربان، وصراحة تأزمت في فترة، يعني حاشني توتر، ما لقيت سيارة اللي أبيها، لين أنقذني صديق، وإن شاء الله راح أقول لكم كل تفاصيل عن طريقة استئجار سيارة سهلة جدا، إجراءات الدخول وطريقة استئجار البيوت وشنو الملاحظات يعني اللي لازم تركز عليها. راح أبدأ اليوم بإجراءات دخول أمريكا. إحنا هنا طيران الإمارات، طيران الإمارات قبل الرحلة ب 48 ساعة يدزول لك لينك مسج، والإيميل يك لينك، اللينك هذا تعبي فيه كل راكب، يعني مثل تعهده انه مستكمل تطعيمات. اللي فوق 18 سنة لازم 3 تطعيمات، اللي تحت 18 سنة مو مطلوب منهم اي شيء ابدا، لا تطعيم لا بي سي ار ولا شيء. حاول تحجز الخدمات المساعدة والاستقبال بمطار لوس انجلوس مفولة، ما تواصلت مع 3-4 شركات ما حصلت ولا شركة صراحة. يعني أنا قلت بدفع مبلغ عشان يستقبلون عند باب الطيارة، وخصوصا إجراءاتي بسرعة جايين من رحلة طويلة 16 ساعة طيران متواصل، وورانا بعد قيادة ساعتين إلى سان دييغو بالسيارة، فيعني قلت ندفع لنا مبلغ ونخلص من الأمور. ما لقيت صراحة، وقعدنا بالطابور ساعتين. إجراءات المطار يعني أول ما نزلنا من الطيارة وقفنا بالطابور ساعتين، خلصنا من الطابور خالصين، جناطنا جاهزة، أخذنا جناطنا وطلعنا من المطار مباشرة. الدخول كان سهل جدا، سألوا بس عن العنوان، قلت لهم عندي 4 عناوين راح تنقل بأكثر مكان، قالوا عطنا واحد يكفي. عطيتهم عنوان وبصموا بعضنا وبعضنا ما بصموا، ما أدري ليش أنا ما بصموني، يعني ما أدري ليش صراحة، شنو اختاروا عشوائي ولا لا. فمطار لوس أنجلوس معروف انه سهل، من اسهل المطارات. المطار الصعب او اصعب مطار يمكن بامريكا بالاجراءات وتعيس هو مطار جي اف كي اللي في نيويورك. فاحنا تدرون ساعتين واقفين قاعدين طالع شلون يعني الاجراءات، اكثر الناس يعني قاعدين يمشون. شفنا يمكن حالتين طلع الموظف اخذ يعني المسافرين اللي وخذ جوازاتهم ونزل معاهم تحت، يمكن وصلهم الاميجريشن او شيء. فهذا يعني كان نادر الحدوث حسب ما شفنا احنا بالمئات قدامنا. فالاجراءات جدا سهله، ما في اي شيء، حتى قالوا دير بالك يسالون كم مبلغ معك كاش. طبعا القانون لازم معك اكثر شيء 10,000 دولار، احنا معانا تقريبا يعني مو متعدين المبلغ القانوني، تدروا أكثر شيء فيزا والسكن مدفوع بالفيزا والسيارة كذلك وغيره. طبعا عند الوصول ما حد سأل عن تطعيم، ما حد سأل عن أي شيء. قلت لكم السؤال لما تركب الطيارة، أول شيء تعبي التعهد مثل ما قلت لكم اللي يدزون لك شركة الطيران، بعدين قبل لا تسوي تشيك إن عند باب الطيارة يقول لك ورنا، طبعا هاي مسؤولية شركة الطيران، ورنا تطعيمات، توريهم تطعيمات وانتهى الأمر. بأمريكا ما حد سألك عن شيء، ما في كمام إلزامي، ما في أي شيء أبدا، حياة طبيعية جدا. بالنسبة لإجراءات دخول لأمريكا من مطار لوس أنجلوس، عشان ما حد يقول لي رحت مطار ثاني طلع صعب ولا شيء، مطار لوس أنجلوس هذه كانت إجراءات الدخول. طبعا القانون واحد لكن السهولة والصعوبة والزحمة والأمور هذه قلت لكم في ميت أند أسس، يعني استقبال ومساعدة، خدمات هذه تقدر تدورها أونلاين ويستقبلونك. صراحة ما لقيت ولا خدمة، يعني شركة طيران الإمارات عندهم خدمة مرحبا يمكن اسمها أو كذا، فل ما قدروا يساعدوني، يعني محجوزين. أكثر من شركة تواصلت معاهم ما حصلت، ولو يعني كان موجود الشركات هذه 200-250 دولار تفتك من هالساعتين قاعد على اعصابك، ساعتين واقف على ريلك بالدور، ما تقدر تروح تكرمون دورة مياه، ما تقدر ترتاح تقعد، يعني صعبه صراحه. اليوم ان شاء الله جايين نزور حامله طائرات ميدوي، هذه شاركت بحرب فيتنام وشاركت بحرب تحرير الكويت، مسوينها متحف بسان دييغو
وفيها طيارات قديمة بعد للعرض. طبعا أول شيء تحجز تذاكر قبل الدخول. ميدوي مصنوعة سنة 42 وحيلة التقاعد سنة 92. أظن سبب تسميتها معركة بالحرب العالمية الأولى مع اليابان اسمها ميدوي. المعركة تمت على حاملة طائرات وسوى عنها فيلم. حاملات طائرات اللي تملكها أمريكا 11 حاملة طائرة اللي تحت الخدمة حاليا شغالة يعني. روسيا عندها واحدة، بريطانيا ثنتين، فرنسا أظن ثنتين. يعني صعب ترى الحصول أو صناعة حامل طائرات وحصول عليها وتشغيلها. هذا البدن من داخل بطنها، هذا تحت بعد ما صعدنا على سطح فوق، يشغلها 4500 شخص طاقمها. يحتاجون يوميا 13,000 وجبة، يعني مجهود جبار عشان تشتغل. مثل ما قلت لكم أمريكا عندها 11 حامل طائرات تحت الخدمة، روسيا عندها واحدة، فرنسا أظن ثنتين، بريطانيا ثنتين، استراليا كنا واحدة، يعني عدد قليل جدا بالعالم. هذه طائرات حقيقية اللي كانت تشتغل أو تعمل على حامل الطائرات هذه. هذه طائرات اسمها أظن موستنج، يعني معاناة قبل قيادتها هذه، بس خاضوا فيها حروب، الحرب العالمية الأولى كلها بطائرات هذه. هذا عسكري سابق يعلم الأطفال طريقة التحية العسكرية للجيش الأمريكي، ومقابلها يعطيهم مثل نوت صغير أنهم اجتازوا أدوا القسم، يعلمهم القسم العسكري. شوف شلون يعززون بالأطفال حب العسكرية واحترام الجيش الأمريكي. إذا خلصوا يعني كأنهم اجتازوا القسم وعلمهم التحية العسكرية، وحين يعطيهم النوت هذا اللي عنده، خلصوا وعطاهم النوت. هذه الحروب اللي شاركت فيها منها حرب الخليج سنة 91 عاصفة الصحراء، اللي حرب تحرير الكويت. هذه مجسمات لكباين الطيارات يركبون فيها الأطفال للتصوير، وهذه الكبار. هذه الكراسي أشكالها يقدروا يركبون فيها ويجربونها، يعني هذا يعزز بالأطفال حب يعني إنه يكون طيار عسكري. طبعا ما تدخل تشوف الطيارات والمجسمات، بعدين تدخل المحاكاة هذه. مثل الألعاب شلون يعاني طيار. هذه طبعا شيء مبسط لاختبارات اللي يخوضها الطيار العسكري. طبعا مو كل الأماكن تقدر تدخلها، صعب خلي الناس تدخل كل مكان، ففاتحين فتحات تحت الأرض يبينون بعض أجزاء. طلع ماخذ المكان، اللي يدخل ما يطلع، ياخذ يوم كامل. كافيهات وقعدات خارجية وداخلية، ومكان تسوق هني اللي بيشتري تذكارات. هاي تذكارات مثل ما قلت لكم، هالأمور تعزز حب الانتماء للسلك العسكري والطيران والاعتزاز فيه. إذا ما حبيته أو ما قدرت ما توفقت، على الأقل تعتز فيه وتحترمه. هذا السبب يخلي الأمريكان لما يشوفون العسكري برا يحترمونه احترام يعني مبجل، مو مثل عندنا للأسف. هذا حين مؤخرة حامل الطائرات هم فيها قاعدة برا. هذه
هذا أول مجسم لحامل الطائرات أو أول شكل لحامل الطائرات، هذا كان شكلها السابق، وبعدين تطور صار الشكل هذا. شوف هذه الأولى وهذه الأخيرة. عن شوفوا بسيطة جدا، فوق من فوق مسطحة فيها برج واحد، اللي هذه الحديثة طبعا اللي احنا فيها الحين، حوسة من فوق شفتوها من برا شلون صورناها، وحين بنصعد لها فوق نشوفها ان شاء الله. هذا مجسم كامل 3D يبين اجزائها من داخل، شفاف يعني يبين اجزائها من داخل. الحين طلعنا برا بنصعد فوق. يعني لما تشوف الامريكان يحبون المتاحف لا تستغرب، المتاحف ممتعة عندهم وفيها فائدة تعليم طبعا، بالاضافة للمتعة. هذه الاشياء اللي تكون على جانب الحامل الطائرات، هذا محتوياتها من داخل، اسعافات اولية وقارب تفخ. الحين صعدنا فوق على ظهر حامل الطائرات، حاطين طائرات قديمة محل التقاعد يعني، او هني بعد اللي بيركب يصور. هذا يشرح عن طريقة عمل حامل الطائرات، شلون تنزل على شاشة، شلون تنزل طائرات. انا صراحة لما كنت صغير ودوني رحلة النادي العلمي لقاعدة احمد الجابر الجوية بالكويت، وركبونا الطيارات وشفناها، ترى طيارة تبي يعني كرسي طيارة، يبي لياقة، يبي واحد جسمه فت مو اي واحد. فكان الجسم يمكن مو مشكلة، الواحد يقدر يعني يسوي رياضة، رجيم، اي شيء، بس في فحوصات طبية دقيقة عشان الواحد يصير طيار. هذا صراحة اللي قتل طموحي، يعني عندي يعني الحالة الصحية ما تسمح، يبون نظر فوق 6/6، يبون انا اذوني فيها مشكلة، فهذا اللي قتل طموح، ولا كان طموح يصير طيار عسكري بسبب رحلة رحت لها الى قاعدة احمد الجابر الجوية بالكويت، وقعدنا مع الطيار وركبنا الطيارات، ويعني صار حلم واحنا صغار ان نصير طيارين عسكريين. شوف شلون الانسان يتاثر بالرحلات هذه، يعني تخلق جيل عنده طموح انه يصير طيار وانه يدخل عسكريه، بدال ما يصير نقص في المتقدمين وتقعد الدوله تدور ناس تتقدم، ممكن تضطر تقلل الشروط فتقل الكفاءه. هذا بعد جاب الطيارة كلهم شياب، كل اللي يشتغلون بهذا كبار سن، الظاهر كانوا متقاعدين. طبعا دخول مجاني للعسكريين اللي ما زالوا بالخدمة. عاد هذيلا شنو سالفتهم ما ادري، بس عموما هذه يعني جولة سريعة على حامل الطائرات ميدوي. هذا نزلنا الحين داخل برج، حياة كثافة ترى داخل حامل الطائرات، طائرات وضيق وحوسة، ولا في أي مظهر جمالي. لذلك ترى الجيش الأمريكي يسمح للعسكريين ان ينزلون، اكيد هذا حق كبار شخصيات والكابتن يمكن. هذا غرف اجتماعات، يسمحون لهم لما ينزلون بعض الدول ان يعني يستانسون شوي، يخربطون ويسكرون ونزلوا معاهم شرطة عسكرية تراقبهم، واللي يتجاوز حدوده يقبضون عليه. هذا المطبخ مصغر مو الكبير، هذا توقع حق الكابتن أو حق يعني قائد حمل الطائرات.
بعض الغرف هنا. طبعا هذا قديم وايد. هذا عسكري قاعد يتكلم عن حرب الخليج شارك فيها. وهذه غرفة العمليات. وهذه الخرائط واضح فيها صورة الخليج. هذا عسكري قاعد يشرح على خريطة الكويت. طبعا كل مكان سامح الأطفال يلعبون فيه. مثل ما قلت لكم هذا يحبب الأطفال بالشغلة هذه كلها. طبعا عارضين الجوانب الفخمة بالحامل الطائرات عشان بعد ذهال ما ينصدمون يشوفون حياة البحرية. مثلكم هذا أتوقع حق كبار شخصيات لأنه توقف والقادة العسكريين لأنه توقف بالدول. مبين من المطبخ والأطباق وجبة فاخرة. وهذه طلعة. وهذه جولة حملة طائرات ميدوي اللي شاركت بحرب تحرير الكويت.